طيب مش هطول عليك واسالك على مباراه الاهلي والزمالك. ماتش صعب، هل تتوقع تكون المباراه فنيا كبيره عاليه؟ الزمالك عنده جهاز فني جديد، صفقات جديده، شايف المباراه ازاي؟ كمان مع ان الاهلي الفتره الاخيره متصدر دوري الابطال، عامل نتائج جيده في الفتره الاخيره، كولر ماشي بارقام جيده جدا مع الاهلي. خلينا نتفق الاول قبل اي حاجه ان مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات. اكيد مباراه الاهلي والزمالك او اي مباراه عامه بتبقى بحاله اللعيبه المتواجدين في الملعب، تركيز جهاز فني، حاله عامه للفرقه. الحاله العامه للفرقه ان شاء الله مبشره، ولكن يوم المباراه ده بيبقى حاجه يعني بعيد خالص عن التوقعات. ادي رقم واحد. رقم اثنين، نتائجنا الحمد لله ماشيين بخطه ثابته جدا، يعني ماشيين تركيز عالي، خطه ثابته، مهما حصل من تغييرات في الفرقه اعتقد دي مؤشر كويس جدا ان اي حد يبقى موجود. اما عن الناحيه الثانيه فانت بتلعب بالمتاح وفي نفس الوقت بتحاول تقدم احسن ما عندك. يعني اتمنى ان المباريات الاخيره ما تخدعناش على ارض الملعب وما ننزلش رافعين مناخيرنا فوق، يعني تكسب 5 البلديه وتكسب بالوزاد وتكسب النهارده، تكسب امبارح اول امبارح يانج. اتمنى ان احنا نلعب ان دي مباراه نهائي، ومباراه النهائيه زي ما احنا عارفين هي مش موضوع تلعب ولا تكسب، لا هي تلعب وتكسب، وان شاء الله نلعب ونكسب. حالتك على الورق ان شاء الله احسن، ولكن المباراه دي بتخوف اكتر لما انت تكون حالتك على الورق احسن. ناهيك ان المباراه هتبقى جماهيريه قويه جدا، فيها تنافس شديد جدا، هيعلم الروح المعنويه للفرقه المنافسه. فانت لو مش نازل بنفس القوه ونفس الروح ونفس الاداء، بص اذا تساوى الروح وتساوت الروح وتساوى العزيمه، اعتقد امكانيات ومهارات فرقه النادي الاهلي ان شاء الله تكسب الجيم مستريح بامر الله. انما لو لا قدر الله هم روحهم اعلى منك، المباراه هيبقى فيها تعادل وهيبقى فيها يعني حاجات مش مظبوطه لينا، يعني نتمناها مش ما تحصلش. اكيد. طيب كابتن احمد فوزي انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. كانت رؤيه فنيه مهمه، وانا بتكلم معاكم عن دور الابطال والقرعه كان لازم برضو ناخد راي فني، ويمكن الراي الفني اتفق مع الراي الاداري واللوجيست اللي كنت بتكلم عليه. اتمنى الترجي، طبعا الفنيين بقى شافوا ان الامنيات ممكن الترجي، ولكن التوقعات هتبقى سيمبا التنزاني. ولكن انا بقول لكم فكره دوري الابطال المره دي الامر مختلف، هل هتتفق الرؤيه الفنيه مع الرؤيه الاداريه انك التوقيت ده تلاعب مين؟ فكابتن احمد اتفق معانا في هذه الرؤيه ان الترجي في الفتره دي اعتقد ممكن يكون افضل للنادي الاهلي. ولكن في النهايه على فكره الكوره ملهاش حسابات وملهاش يعني مقاييس، انت في الافضل ممكن تدخل المباراه تكسب، الكوره لها دايما حسابات مختلفه. ف احنا لنا حسابات كده بنتكلم فيها اعلام، ولكن الملعب اكيد ليه حسابات تانية. نفس الامر في مباراه الزمالك اللي هي صعبه جدا جدا، محدش يقول الاهلي كعبه عالي كتير الفتره الاخيره على الزمالك. كسب الزمالك في الدوري اخر مره اعتقد 3-4 و5-3 قبل كده، و3-0 في الدوري، كل دي نتائج اوكي التاريخ اثبتها وحسبها قبل كده. ولكن دلوقتي لا، الزمالك داخل عنده دوافع كبيره جدا، والاهلي كمان عنده دوافع كبيره، هو حامل لقب كأس مصر، عايز يفوز ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي. فأنا أتمنى التوفيق يا رب للنادي الأهلي.